لماذا جعلوا الأرض كروية؟ احنا راح نتكلم في حدود معينة وهو حدود العلم. إذا قلنا أن الأرض كروية، فالكرة معروفة حدودها ومعروفة قاراتها وخلاص محدودة. لكن عندما نقول أن الأرض عظيمة ممتدة وحدودنا التي علمنا هي هذه القارات، لكن هل هناك غيرنا؟ نعم، هناك أمم غيرنا في هذه الأرض الذي يسمونه القطب الجنوبي. لا يوجد شيء اسمه قطب جنوبي، بل هو جوانب الأرض. ما بعد الجليد توجد بوابة عظيمة جدا، الدول العظمى على علم بها، والبوابة تطل على أرض أخرى هي حضارات أخرى، منها يأجوج ومأجوج. وللعلم البترول اللي هو النفط الخام الكرود أويل اللي موجود في أراضينا هو أنهار عندهم، هو بالنسبة لهم أنهار تجري فيدخل في تحت الأرض وفي بعض الأرض حتى يصل إلى أراضينا. ليس البترول هي بقايا حيوانات أو عظام أو ديناصورات من الخرافات اللي الناس مسرقتها، ولا بقايا نباتات قديمة جدا. لا، البترول أنهار في أرضهم تجري حتى تدخل في بعض الأرض إلى أرضنا. واضح؟